ما بركة عند كلا السنطة تقوليش أنا كنت مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم. حنا الان كتواجدوا في المحيط ديال مدينه الدار البيضاء، في واحد الدوار في النواحي ديال الطماريس. جينا عند واحد العائله اللي حسات بالظلم وبالحقره، بزاف ديال الحوايج اللي نتوما ملي غادي تسمعوا القصه غادي تحسوا وتعرفوا شنو واقع. هاد السيده عندها واحد البنيه تقريبا 15 سنه قاصر، نزيدو نأكدو على هاد الكلمة، قاصر 15 سنة فقط، كتقرا تعرضات للاغتصاب من طرف شخص وود الخالة ديالو من عائلة ميسورة. تقدموا أمام وكيل الملك، من بعد خرجوا. هاد الناس ما عارفينش شنو وقع. المحامي قال لهم عندي ما ندير لكم، طلعوا الرباط. قال لهم ما عنديش الحق أنني ننتقل لمدينة الدار البيضاء، مع العلم أن المحامين عندهم حق انهم يتنقلوا لمدينه الدار البيضاء من جديد، لمدينه الدار البيضاء يقضيوا الغرض ديال الناس. حنا غنسمعوا القصه من هذه السيده، عاودي لينا شنو وقع وكيفاش وقع. اللي وقع هو في اول مره وقع المشكل في عند البريكاد. البنت عندك 15 سنه، 15 سنه كتقرا ديال السنطه. هادشي امتى وقع؟ شهر جوج. قربي حدايا شويه باش نسمعوا غير الصوت باش الناس يعرفوا شنو واقع. عفاكم بارطاجوا هذا الفيديو، خلينا نشوفوا هذا الفيلم ديال هذه الحقره. كملي. شهر جوج، الاول ديال شهر جوج. الاول ديال شهر جوج. دزنا لعند بريكاد. كيفاش وقع؟ كيفاش دزتوا هذا لابريكاد؟ عاودي لي القصه كامله. وقع اللي وقع هو كانت مشات واحد عيد الميلاد. كنت كرفس على هذا السيد، هو ولد خالته في الفيرما ديالهم. في الفيرما ديالهم. وخرجها في الليل، جرى عليها في الليل، في الوحدات الليل. خرجها في الجوج الوحدات الليل، جرى عليها. الوحدات الليل جرى عليها. هو ولد خالته. قلت لي بانها كتمشات على اساس ان كاين عيد ميلاد وغيكونوا فيه ليكيب، الناس اللي كيقراو معاها. الناس اللي كيقراو معاها في السونتر. من بعدها ملي مشات لعيد ميلاد اكتشفت بان كاين غير هو ولد خالته وواحد البنت، هذيك البنت. يعني مشات لقات ما كاين حتى شي واحد. ما كاين حتى شي واحد. لقات هذا الدري وولد الخاله ديالو. الدري وولد خالته. مشات لعيد الميلاد، هي الدريه مشات، بنتي ما خلاهاش تمشي، حبسها. بقات هذيك الليله والغد غير عد في الليل جر عليها ما خلاهاش تبات. قالت لي راه ما عنديش فين نمشي، الدار بعيده على الشانطي وعلى ما عنديش انا، عطيني غير الفلوس. قال لها ما عنديش، ما نوصلكش ما عنديش. مني بقات هكا جر عليها بديك وحده الليل، بقات كتبكي. لقات واحد السيد في الطريق، خدات من عنده التليفون، بقات تبكي عليه، عيطات للجدرميه، جاو هزوها من تما. مني جاو دقوا عليهم هما ما لقاوهمش، سدوا الباب مشاو. ديال طماريس الجدرمية ديال طماريس. ديال تنين الشوكة. تنين الشوكة. من دقوا عليهم ما لقاوهمش، داوهم هي عندها وعند هي لابريكاد، باتت عندهم، عيطوا لي وانا مع جوج الليل. علموني، قال لي راه بنتك وقع وقع وقع، واش يمكن تجي دابا؟ قلت لهم انا ما نقدرش نجي بعيدة، الغد مشيت. انت في شهر جوج؟ الاول شهر جوج. يعني قبل من الفيروس؟ لا قبل. ما كاينش كاع حس الفيروس. هي ديك صافي داز داك التحقيق تما، من بعد عيط قالوا لنا الغد غتجيو. جينا ثاني الغد، دزنا بالاربع بالخميس والجمعه والسبت والحد والاثنين ثلاث عاد دزنا المحكمه. ملي مشينا للمحكمه دزنا عند قاضي التحقيق، قال لي واش كاين الصلح؟ قلت لي لا سيدي ما كاين الصلح، تكرسوا لي لبنتي، انا باغي حق بنتي. قدموهم بجوج؟ قدموهم بجوج بلا اعتقال. دازو عند وكيل الملك بلا مينوط بلا والو. مني طلعنا قال لي كاين شي تحقيق، قلت لي لا واش كاين شي صلح؟ قلت لي لا سيدي ما مسامحش ليهم. طلعنا عند وكيل العام، دزنا عنده، تصنت لي لبنتي، تصنت لي انا، تصنت لي همايا. من بعد هو يقول لهم علاش ما معتقلينش؟ قال لي هكا جاونا، قال لي هديهم دابا الحبس.
بجوج الاغتصاب. صافي ديك اخر مره شفتهم دزنا هودنا عند قضيه التحقيق لتحت اعتقلوهم، هودنا عند قضيه التحقيق دازهم وحدهم. شوف عمرهم هذو الاغتصاب البنت واحد يمكن عنده 22 الاخر واقيلا 23 ولا 24 22 24 دزنا عند قاضي التحقيق شاف غير الدريه، انا ما شافنيش دغيا، ودوا مع الدريه خرجت متهمه. من بعد عطاوني ورقه اعلان باش رجع للمحكمه. من بعد باش رجع للمحكمه ندوز انا وياهم. من بعد درت المحامي حتى انا ما كنعرفش هذا الشيء. درتي خبره طبيه؟ درتي داوني الجديده الجدرميه، درنا خبره طبيه. دزنا عند خبره طبيه شنو فيها؟ ما ورونيش. كيفاش ما وراوكش؟ ما ورونيش الجدارمي، خدا الوراق هو بقاو عنده، انا ما شفتش، انا ما كنعرفش وما عطاونيش ما وراوكش. ما درتي لا فوتوكوبي لا حتى شي حاجه؟ والو ما عندي حتى ورقه كتثبت بان انايا كنطلع ونزل معاهم. علاش؟ هذا الشيء اللي وقع. انا ما كنعرفش هذاك الشيء وانا اي ورقه خاصها تكون عندك النسخه ديالها، دابا انت حتى الدوسي ما عندكش. ما عندي والو. يلا. الدوسي دابا كنقول غير المحكمة المحامي عطاني الدوسي ديالي كيقول لي ما المحامي تا هو خاصة تكون عنده واحد النسخة. كيقول هو عنده، أنا ما عندي حتى شي حاجة. ما عطاش لك؟ لا ما عندي والو، عمري طلعت على الدوسي، طالع لي هو في المحكمة قال لي راه الدوسي داك الشيء راه مزيان. خاصك راه الحكم في صالح بنسك. أها. راه كل شيء غادي لصالح بنسك. ملي دزنا نهار 27 في شهر 2 عند قاضي التحقيق، عند قاضي التحقيق دزت غير أنا وبنتي. شنو المحكمة هذي؟ ديال جديدة وقيلا ستيناف، محكمة ستيناف. مني قلت ليه فينا المهم علاش ما جاوش، قال لي المحامي راه ما كاينينش، راه هما غدوزو الخميس. الخميس الاخر عاد غيدوزو همايا. ملي سولت المحامي حيت قال لي بلا ما تمشي انا غنمشي بلاصتك. من عيطت المحامي من هيئه ديال الدار البيضاء ولا ديال لا الدار البيضاء ديال الدار البيضاء. من قلت له واش مشيتي؟ قال لي راه ما مشيتش وانا سمعت المحاميه ديالهم دارت ليهم شدوا محاميه الله شدوا محاميه هما راه دارت ليهم تاخير 15 يوم. طلع الملف باش طلع الملف ديالهم. مني مشيت عقبت عيطت ليه قلت ليه ما درا اشنو درتو؟ قال لي راه دابا مع كورونا كلشي تحبس، حنا راه ما بقيناش نطلعوا لي في الدار البيضاء، ما يطلع الجديد والجديد ما يجي. قلت له كيفاش ما بقاش؟ خصني نعرف اشنو وقع. قال لي راه ما بقاش كلشي تحبس. لا ما كاين بقيت انا على داك الشيء حتى انا ما عارفاش ما قالياش ما عارفاش بهذا الشيء ديال المخزن وهاد الاجراءات. بقيت كنتسنى المحامي كل مره كنعيط ليه يقول لي باقي ما كاين والو تسني حتى تدوز هاد كورونا. في شهر 4 النص في شهر 4 كنكتشف بان خرجوا. كيفاش خرجوا؟ خرجوا من الحبس، مجدودين في الحبس سيدي موسى شهرين. واش تحاكموا ولا شنو؟ ما دزنا لا في محكمه لا عند قضيه التحقيق لا حتى في حاجه ما دزنا فيها. حتى كنكتشف بان خرجوا هما بجوج. من عيط للسيد سولتو المحامي قلت لي راه كاين وكاين، قال لي ما يمكنش. عيط سول قالوا لي راه خرجونا. قال لي خرجوا غير بعفو ملكي. قلت لي ما يمكنش يخرجوا بعفو ملكي، هما اصلا باقي ما تحاكموش. وانا باقي ما درتش من عند قضيه التحقيق لا في الجلسه لا والو، كيفاش داير هذا العفو الملكي؟ قال لي هذا الشيء اللي سمعت. هذا المحامي هذا المحامي عقبت عيط لي ثاني مؤخرا. شنو المحامي اللي داروا ما عارف والو؟ كيعرف شنو وقع في الدوسي؟ محامي كبير ماشي محامي يلاه متادر ولا شي حاجه، محامي كبير. من عيط لي سولت مؤخرا هاد السيمانه اللي فاتت قلت له استاذ دابا قول لي اش غندير؟ قلت له تتسالي كورونا ما سالش ما زادوش شهر اخر ديال الحجر. قول لي اش غندير؟ انا الحاكم مازال كينظروا في القضايا اللي انا جالس انا حابسينا. قلت له ما نقدرش انا نسمح في حق بنتي، قول لي شنو ندير؟ خاصك توقف معايا نطلع ندير شكايه، ما بغيتيش تطلع وريني. قال لي طلعي الرباط. اش غدير في الرباط؟ الرباط شكي. في غتشكي؟ في المجلس ما عرفتش المجلس طلع شكي فيه باش هذا المحامي كيقول لك هاد الهضره بحال ما هو. طلع شكي باش قال لي يعطوك حق بنتك. مش عطوك حق بنتك، علاش ما كاينش القانون؟ راه كاين القانون، كاين المحاكم، كاين القضاة، كاين كلشي في البلاد. القانون ما كاينش. اللي بان لهم خارجين شهرين دوزين في الحبس وخارجين، وانا مغتصب لي بنتي مكرفسين عليها لحينا في وحده الليل. حيت هما ناس ميسورين وانا مرا ضعيفه على قدي. انتوما ساكن في الطماريس؟ ساكن في الطماريس. وهادو اللي اغتصبوا البنت؟ حتى هما في الطماريس. عائله ميسوره؟ هما كيسكنوا في الفيلات وحنا في الدوار. هما في الفيلات وانتم في الدوار. في الفيلات ناس لاباس عليهم ميسورين. ولو ميسورين واخا يكون ناس ساكن. وحنا على قد الحال. ناس على قدنا، ناس انا غير مرة كنخدم كتلوح لوليداتي، ناس على قدنا ما عندنا لا ورانا ولا قدامنا. دابا الخبرة الطبية ما عندكش؟ ما عرفتيش شنو فيها؟ ما عنديش حاجة والو. سولت الجدرمي قال لي داك الشيء ما خصكش تسولي فيه. كيفاش انا مصيفطني لا جودان ندير هاد الشيء. الدوسي غيمشي لجودان. ما عاودتيش رجعتي سولتي على الدوسي ديالك؟ ما بقيتش، مشيت عندهم حيت صافي دوزونا للمحكمه، ما بقاش عندي علاقه بهم. انت دابا حتى الدوسي ما عندكش؟ ما عندي حتى حاجه. انا مطالعه على والو. قرات قرينا الدوسي عندهم.
صافي قريت الدوسي ديال الخبره الطبيه. لا الاقوال ديالها فقط. لا الاقوال ما كندوش اللي ممكن تدوز على الخبره الطبيه. لا ما شتهاش نهائيا. ما شتهاش. هاد الخبره الطبيه هي اللي غتاكد واش البنت تعرضت للاغتصاب ولا لا. لا ما شتهاش. لا ما شتهاش. دابا هما قد دازو قضية التحقيق؟ دزنا عند قضية التحقيق انا وبنتي في 27 في شهر 2 هما ما جاوش. ملي دزنا اول مرة في المحكمة ودازو عند الوكيل العام ودزنا عند قضية التحقيق تشاوفنا. المرة اللي خصنا ندوزو عطاونا شهر وندوزو ما شتهمش. بس انا وحدي ملي سولت المحامي علاش ما جاوش معنا قال لك هما داروا لهم حتى الخميس الاخر غادي يدوزو. ايوا انتوما هاد السيمانة وهما السيمانة الاخرى. من بعد من عيط المحامي قلت لي ما دار واش مشيتي واش داز واش داروا. قال لك لا راه يلاه داروا محاميه من الدار البيضاء. وديك المحاميه اخرت لي الجلسه 15 يوم. اخرت الجلسه باش طالعه الملف صافي. من وراها خرجوا هما خرجوا يعني كيدوروا صافي كيدوروا. كي جيت لحدايا هنا كي حدايا كيجي للشانطي بقيت تهدد يقول لهم ها هي اش دارت اش غدا ما تصور كذا تشير وكيتحلفوا عليها كيصيفطوا لها الناس كيهدوها كيتحلفوا عليها. اش من نوع ديال التهديد؟ نشدوها عندو لا طوموبيله تفوت عليه الطوموبيله تضربها راه غاده ضربتها وتفوت عليه واش كنسيبها. صافي هادشي اللي وقع سيدي. اش بالك في هادشي؟ دابا انا كنطالب بحق بنتي. دابا المحامي قال لك ما دوم يدير ما هو براسو ما عرفش المحامي شنو وقع. قال لك انا ما عرفتش اش وقع هادشي ما عرفتش هادشي. قال لك لو قانا بحالي بحال تاني سولت قال لك نخرجوا. ملي قلت لي ما يمكنش يخرجوا هما باقيين في التحقيق باقي ما دزنا لعند القاضي الولي. باش كيفاش خرجوا راه قاضي اغتصاب قاصر جوج الناس. قالت لي علاش كيف في الرباط؟ ما غاديش كيف الرباط؟ فهمتي الرباط كيفاش رباط مدينه في غتشكي. انا ما كنعرفش السيدي ما فايتش فيا هادشي. انا هادشي اللي درت المحامي باش يترافع عليا حتى انا ما غنعرفش. دابا درتي المحامي باش يترافع عليك هو كيقول لك الله اعلم. اش بالك شنو قلتي المحامي؟ بدون بلا ما نبينوا الصوره غير الصوت. المعمد على حساب المحامي قال لي انا ما عنديش العلم واش خرجوا ولا ماشي خرجوا. السيده كانت مشات كانت سولات على حسب شي معارف طلباتهم توسطوا تسولوا ليها في المحكمه ديال السينات ديال الجديده قالوا لها بالفعل راه خرجوا راه مراهم مطلوقين وخرجوا بالفعل. عاودات هضرات معاه عيطات ليه المحامي. هذا المحامي قال لها انا ما عرفتش حتى نعاود نسول. بالفعل دازت واحد المده واحد 3 ايام عاود قال لها بالفعل راني عاود سولت راهم خرجوا. ملي قالت ليه شنو خصني ندير قال لها صافي انا ما عندي ما ندير صافي خرجوا صافي ما عندهم ما يدير. شنو الدور ديال المحامي؟ كيفاش خرجوا؟ علاش خرجوا؟ شنو هذا النوع ديال خرجوا؟ ما عطاها حتى شي معلومه. خرجوا وخلاها بوحدها هي السيده ما عرفهاش يعني كتسول ما قادرهاش تطلع جديده بهذه الجائحه ديال كورونا ما لقات ما عارفه ما تسول يعني الامور ديالها بقات ليها بحال مكعالقه ما بغات تعرف غير المصير والسبب اللي خلى هاد الناس يخرجوها. وقال لها عفو ملكي في الاول قال لي خرجوا بعفو ملكي وفي الثاني قلنا اتصلنا بها هاد السيمانه قال لك لا راه ماشي عفو ملكي خرجوا باقي اسبوعين صراح مؤقت صراح مؤقت. ملي حنا سولنا شي ناس طلبتو مسولوا ليا قال لك خرجوا مره ما كاين لا صراحه لا حتى شي حاجه. خدوا براءه ولا شنو؟ دابا هما ما تحاكموش ما تحاكموش. شوف كيفاش خرجوا الله اعلم ما عرفتش باقي ما دزت معاهم لا في محكمه لا عند قاضي تحقيق لا في لا في جلسه لا حتى شي حاجه. اخر مره عند وكيل الملك فين شفتهم. المحكمه ديال جديده. المحكمه ديال جديده والدرك الملكي ديال جديده ديال 2 شتوكه ديال 2 شتوكه. كيفاش خرجوا العلم لله. دابا هما كيجوا قدام الدار هنا كيبداو كيجي دابا ما كيحيش من حدايا من هنايا ديما شهير كيبدا يهدد فيها رمضان في رمضان ديما ما تصورت هاي طلعت تصورت مع ما تصور كيجي حتى هنا يشوفني انا دايزه شوف بنتي شوف ولدي لوح الهضره ما خلاوش. انا بغيت دابا كنطالب بحق ديال بنتي كنطالب بالناس بالمسؤولين الناس مسؤولين محاميين جمعيات اللي كان يوقف معايا بغيت حق بنتي بغيت حق بنتي وحقي. انا شوفوني انا مرات ما كناش انا ما كناش كنبس فايقه ما كناش ما كنشوفش الناس والفقصه كتقتل فيا. علاش حيت انا ماشي في باب حاليش وهما حيت ناس عندهم. انا بغيت الحق ياخذ لي حقي الا كان شي حق في الدوله وحق في القانون. كنطلب من جلاله الملك كنطلب من جميع المسؤولين وقفوا معايا وقفوا معايا كيف داروا لبنتي راه يديروا الناس اخرين كي داروا لبنتي يديروا جميع البنات. ما عرفتش هاد القضيه علاش خرجوا ولا كيفاش خرجوا. دابا حتى الطريق اللي قلتي قال لكم المحامي في الاول عفو ملكي شويه قلتوا قال لكم صراح مؤقت ماشي عفو ملكي شويه الصراحه مؤقت ما عرفش شنو واقع تيقول لك ما عرفتش.
اخر مره تكلمتي مع المحامي ديالك اليوم اش قال لك؟ قلت لي راه ما يمكنش ديروا استئناف. شوف لي ديركم استئناف. ديروا استئناف واش هو التحكم؟ المحامي قال لك ما يمكنش دير لكم استئناف وانتم شادين واحد اخر. كيفاش شادين واحد اخر؟ شي محامي اخر هذا. هو دير استئناف بعدا عتقي راسك باش تنقضي باش بحال اللي كطعني في قضيه وهاد القضيه باقا ما محكوماش. دابا القضيه باقا ما محكوماش علاش غادي تستئنفي انت؟ انت معايا سيدي. هذا شنو قال لك هذه الهضره؟ محامي اخر ولا نفس المحامي؟ الناس اللي سولوا لي قال لك خاصها تعتق راسها دير دير استئناف بحال اللي كتلقاني علاش هاد الناس خرجوا هما باقي ما تحكموش. بغيت نعرف علاش فهمتي. واش المحامي قال لك باقي ما تحكموش؟ المحامي قال لك باقي ما تحكموش. المحامي قال لك دابا صافي ملي سولنا تا هو سول قام خرجوا. ملي قلنا ليه خرجوا تا هو سول خرجوا. دابا قال لك سيري ديريكت. لا سيدي راه ما قدرتش. الاستئناف هذا اللي عارف هو كيكون حكم يعني كتستانف عليه. لا ما عرفت ما عرفتش. دابا انا دابا باش غنطلع جديده ونسول انا مخدامه جالسه وراجلي جالس مع هذا المرض دابا ديال كورونا خدامه هاد واحد السيده جلستني ما كتخلصنيش ملي بدا كورونا. راجلي تا هو خرجوه في رمضان كيدير سيكيريتي تا هو خرجوه يعني ما كاينش الامكانيات الماديه باش كيقول لك سيري جديده وانا الحديد هنا لو بغيتي تمشي خصك الثمن باش تمشي باش غنمشي وباش غنجي. الا خلوك تمشي خاصك تمشي تجيبي ورقه مع القايد وشنو بنا انا لا تمشي عند القايد تاخذ واحد الرخصه استثنائيه ديالك باش فلوس باش غنطلع. يلا انا مضاربه مع المصروف باش غنطلع كلشي جالس. مشكل اخر هذا انا والراجل اللي خدامين ما خدام حتى واحد انا جالسين بجوج مي غنجيب انا باش نطلع هو اللي المحامي ديالي خصو يطلع ويجي مخلص المحامي باقي ما بديتش معاه غير كلمه عطيته وصافي غير كلمه دوز معايا كلمه ماشي زعما كنعرفو ماشي شي واحد مشاهدي موقع شوف تيفي بارطاجيو عفاكم هذا الفيديو باش نشوفوا هذه القضيه ديال يعني جوج مغتصبين بنت يعني قاصر 15 سنه وتقدموا وخرجوا والمحامي كيقول لها مره عفو مالكي شوي قال لها لا ماشي عفو مالكي صراح مؤقت من بعد صراح مؤقت قال لها ما عرفتش انا هادشي شنو واقع سير الرباط شنو غتمشي دير في الرباط الله اعلم وعاد ما غتمشي في الرباط المحامي اللي خاصو يكون عنده الاجابه هو اللي كيكون مطالع على الملف ما عندكش حتى الخبره الطبيه درتوها بعدا مشيت انا وياه بنتي فين مشيتو الطبيب ديال السبيطار الكبير ديال جديده اها دخلنا عند الطبيب الشرعي وكلشي غير هي وياه دخل هو دوا مع الطبيبه دخلت الدريه والطبيبه شافتها وانا بقيت انا وياه برا حدا البيرو ملي خرجت الدريه عطات لي هو دوا سمعاه صافي خدا الدوسي قالت لي تمشي عند الشفاء علاج معويه تما دازت عندها ثاني الدريه شافها صافي وخرجنا جينا في الخلاط مشيت لدوسي ما قلتليش شنو قالوا لك قال لي داكشي كيبقى في الدوسي اللي خصو يشوفوه ممكن خاصكم تعرفوا ولا انتم ولا المحامي خاصو يعطيكم الاجابه الدوسي اشنو فيه هذيك الخبره الطبيه اللي دارت ديالاش واشنو فيها هادشي اللي قال لك راه كلشي هو قرا الدوسي ملي مشى المحكمه ديال جده قال لي الدوسي كلشي في صالحك كلشي قال لي الدوسي مصوب مزيان كلشي في صالح بنتك حق معاك من بعد انا ما شفت حق سيدي هما خرجوا كيدوروا حدايا وانا ما درت ما شفت حق ما حق بنتي ما تخرجش وهما خارجين كيفاش تخرجوا هما موجودين في الحبس ديال سيدي موسى شهرين باقي ما دزناش باقي دزنا عند قاضي لا عند قاضي تحقيق لا في محكمه ما طلعنا من زنا انا كنعرف هادشي ديال الاغتصاب ولا الجنايات راه عام وانت كتطلعي ولا عامين ولا عام ونص حنايا باقي لا دوزنا شهرين وخرجوا رمضان نص ديال رمضان دوزوا في دارهم. بارطاجيو عفاكم هذا الفيديو الا كان شي محامي ولا فاعل جمعوي اللي باغي يتدخل في هذه القضيه باش يرجعوا الحق لهاد السيده والبنت يعني اللي باقا قاصر 15 سنه يتدخل في هذه القضيه. عندك اعطينا الرقم التليفون ديال شي واحد فيكم اللي غادي يقدر اعطينا الرقم ديالك 06 عفاكم طوعوا وكتبوا الرقم ديال هذه السيده 06 05 43 32 97 نعاودوا الرقم طوعوا وكتبوا الرقم هادشي يقدر يوقع لاي واحد واي وحده يعني ماشي صافي الناس فقراء غادي يظلموا كاين الحق وكاين القانون. نعرفوا هاد القصه كيفاش بدات وكيفاش سالات وكيفاش هاد القضيه ديال طلع للرباط حق عفو ملكي حق لا صراح مؤقت الناس كيقولوا بانه باقي ما تحاكمش باقي ما دازوش في المحكمه واحد كيقول لها لا خاصكم ديروا استئناف ما انا بعدا ما فهمتش ما بغيتش ندخل في شي حاجه ما غاديش نفهم فيها بزاف. طوعوا وكتبوا الرقم بالنسبه للجمعيات اللي باغي يتواصلوا مع هذه السيده بالنسبه لكان شي محامي مهتم بهذا الموضوع الرقم ها هو كاين هنايا نعاودوا نكتبوه
06 05 43 42 32 97 طوعوا بارطاجوا هذا الفيديو وكتبوا الرقم باش كل واحد ياخذ الجزاء ديالو، فما يمكنش الواحد يدير جريمه ويخرج منها بلا حساب لا شي حاجه. كاين قانون وكاين القضاء النزيه، فقط خاصنا غير نعرفوا هذا الدوسي اشنو وقع فيه. السيده ما عندهاش النسخه ديال الخبره الطبيه، ما عرفاش اشنو فاتك الخبره الطبيه. قالت بانه كانت تعتقل مده شهرين، من بعد ولا جا واقف يومين قدام الباب ما فهموش هو كيفاش خارج، والمحكمه باقا ما حكماتش. المحامي كيقول لها المحكمه ما خداماش، انا ما نقدرش نديبلاصا من جديد لكازا، الدري خارج، الدوسي شويه ما واضحش. هاد الناس كيعانيو دابا من هاد الشاب اللي واقف قدام الباب ديال دارهم وكيقول لهم اشنو صورت دابا، يعني بحال كيتشفى فيهم. واش لا عندك المال غادي تشفى في واحد فقير؟ كيف كتسمعوا السيده كتقول ما عندكمش، ما عندهاش باش تمشي احتى للمدينه الجديده باش تدافع على حقها. الناس راه فقراء ما فحالهمش. بارطاجوا هذا الفيديو، نتبعوا هذه القصه من البدايه ديالها وغادي نكملوها ان شاء الله حتى يبان الحق ديال هذا الملف ونعرفوا اشنو واقع بالضبط. ما يمكنش يدير واحد هذه الكارثه، يضيع مستقبل ديال واحد الشاب 15 سنه مازال قاصر كيف ما كانت الظروف، وغادي يخرج ويضحك ويلعب ويوقف قدام الباب ويهضر بواحد، ما بغيتش نقول واحد المصطلح، يعني بحال قلتي كيتشفى فيهم قدام الناس الجيران ديالهم. الظلم ما كيبغي حد. بارطاجيو هذا الفيديو وخلينا نوصلوا هذه الرساله للمسؤولين. قالت بان المحكمه محكمه جديده، والدرك الملكي ديال 2 الشوكه لهاد الناس ساكنين في طماريس في مدينه الدار البيضاء. خليونا نعرفوا اشنو وقع بهذا الشيء، غادي نعرفوه بالطريقه ديالكم نتوما. لا بارطاجيو هذا الفيديو وخليو الناس المسؤولين يعرفوا اشنو وقع. كنطلب من الناس، كنطلب من المسؤولين ومن الجمعيات من المحاميين كاع ناس السلطة كاملة اللي كيسمع شاف هاد الفيديو يوقف معايا. بغيت ناخذ حق بنتي، بغيت ناخذ حق بنتي. هاد الناس ظلموني بزاف بزاف بزاف، هاد الناس ظلموني. وقفك الله ياخذ الحق في الظالم. هادشي نقولو عندهم فلوس، ناس ميسورين. انا قد الحال، هما ناس ميسورين لاباس عليهم، عندهم المال، عندهم خصهم، عندهم السلطة، عندهم النفوذ، عندهم كل شيء. أنا عندي الله سبحانه، كنطلب من الناس يوقفوا معايا، يوقفوا معايا بزاف وناخد حق بنتي. صافي ميسورين، صافي يديروا ما بغاو. إيوا هادشي اللي كاين عندنا في يصوب الله، يصوب الله. إذا المشاهدي موقع شفت تي في، كيف سمعتوا القصة؟ الظلم ما يبغي حد. السيدة كتحس بالحقرة، يعني باغات الحق ديالها وحق ديال بنتها. نتعاونوا ونبارطاجوا هذا الفيديو ويكون ان شاء الله خير. ضروري غتسمع الخير هاد السيده، وهاد الملف خاصو يعاود يتفتح ونعرفوا الحيثيات ديالو. واش هاد السيد تحاكم؟ الى تحاكم على ايش تحاكم؟ الخبره الطبيه اشنو كان فيها؟ الناس هما باش يعرفوا اشنو وقع، ما يحسوش بالظلم ويقولوا بان ما كاينش القانون. كاين القانون وكاين القضاء وكاين كلشي، خاص فقط هاد السيده تعرف اشنو وقع. المحامي ما شرحش ليها، ما فهمها، ما قال لها شي حاجه، فقط قال لي انا ما فاهم والو في هذا الدوسي، سير طلع الرباط وشكي. ما تحاكمش، كيفاش خرج براءة ولا كيفاش خرج بعفو ملكي ولا سراح مؤقت؟ حتى الاجابه ما كايناش على هذه الاسئله. بارطاجيو هذا الفيديو في سبيل هذه الام اللي واكله في الدق. تعاطفوا وبارطاجيو هذا الفيديو، خليها توصل للمسؤولين باش يتعاود البحث او يدخل شي محامي اللي غادي يشوف هذا الملف اشنو كان فيه، منين بدا وكيف سالا. الى هنا مشاهدي موقع شفت تي في وصلنا نهايه هذا المباشر. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.